سلامي بوبي، جيسبر كو زالي بيان. مرحبا بكم في ماشين سوبليم ديكو اس. الا كانت هذه اول مره تشوفي من فيديو، ما تنساش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يلحقوا لك النوتيفيكاسيون كنحط اون نوفيل فيديو تكوني لا بروميير لي تشوفيهم. اليوم جيتكم بان موديل تري تري مينيون. ريغاردي كوم سي ميمي. هادو ما لي بابيون، هادو ما سي دي زاتاش تروسو ولا ربطات الجهاز تاع العروسه. هادو تقدروا تربطوا بهم الجهاز، الفراش، لي سيرفييت، مي اي سون بوكو بلو مينيون في لي سيرفييت. جيساي دو فو ماتر لي فوتو ايسي. شابين بزاف بزاف بزاف. سي ان موديل تري اوريجينال ان فيت. دونك الى راكو حابين تشوفوا معايا كيفاش خدمت هاد لي زاتاش خوسو، ما عليكم غير تبعوا معايا جوسكا لا فان دو لا فيديو باش تشوفوا لا كوموند دون كليانت كي ا دوموندي اون اوت كولور. ونجوزو ديريكتومون لا براتيك. ليتس جو. ديجا افون دو كومونسي حابه نقول لكم بلي كاين دو ميثود باش ديروا هاد لي بابيون، مي كاينه وحده اون ميثود على الاصول هي الصح، هذيك هي الطريقه الصحيحه. وكاين وحده اخرى الي بلو فاسيل، مي وشنو شويه ماد اي تشاينا ماشي ما تخرج لكمش لو موديل شباب. دايوغ ليك بلي دو ميثود شوفوا لا ديفيرونس. جو سي با ولا كو قادرين تشوفوا لا ديفيرونس بيناتهم، هادي بالطريقه الصحيحه وهادي بالطريقه المفبركه. سي فو زافي جوجي كو ما كاش فريمون اون غران ديفيرونس بيناتهم، ديروا الطريقه السهله اللي هي الطريقه الثانيه. مي انا حنمد لكم لي دو دو شوازير لا ميثود كي فو كونفيان. واش يلزم لكم؟ يلزم لكم ان روبون ان ساتان تاع 5 سنتيمتر، هذا تاع 5 سنتيمتر. يلزم لكم واحد اخر تاع 2.5 سنتيمتر، هذا اللي نربطوا به الجهاز ماشي حنخدموا به لو بابيون. هذايا تاع 1.5 سنتيمتر في الغوز. اوكي، يلزم لكم اون بينس، اون بير دو سيزو، ان بريكي، ان ميت روبان ولا مسطره، برا وخيط، دي زيبينغل، اي بور لا ديكوراسيون لي بيستيل. نورمالمون كولفتو معايا لي بيستيل اللي هما هادو، اي لي دومي بول، و تانيك لو بيستولي ا سيليكون. الوغ الحاجه الاولى نبداو، راح نقطعوا دو روبان تاع 10 سنتيمتر، ونزيدو تانيك دو وحد اخرين تاع 8 سنتيمتر. يلزمنا تانيك 1 متر تاع لو روبان هذا تاع 2.5 سنتيمتر، هذا اللي نربطو به الحوايج. هذا نخليوه دو كوتي ومن بعد نستعملوه. الوغ بسم الله نبداو الطريقه نمبر 1. اوكي، شوفوا لازم تقطعوا مليح، ما تقطعوش على ببري 10 سي 10، 8 سي 8، باسكو لو كان تقطعوش بيان يجيكم هذا الطول وهذا الطول كيف كيف. ولا روماركيتو هنايا بلي هادو كبار وهادو صغار، هادو اللي من تحت صغار، دونك لازم تقطعوا لي بون ميزور. اوكي، الوغ افون دو كومونسي ديجا حابه نفهمكم لو برينسيپ. فهاد لو بابيون عندكم دو كوتي، ان كوتي دووا اي ان كوتي غوش، راهم سيميتريك، معناتها راهم شغل مرايا هنايا بيناتهم. هادوما يتخدموا كيف كيف، وهادوما يتخدموا كيف كيف نفس الطريقه. يعني هذه طريقه تاعهم كيف كيف، وهذه طريقه العكس تاعهم بصح كيف كيف بيناتهم. داكو، دونك نبداو ان شاء الله كيفاش نخدموا هاد لو كوتي. الكبير هذا هو 10 سنتيمتر، والصغير هذا هو 8 سنتيمتر. دونك كيفاش راح نركبوهم؟ نبداو 10 سنتيمتر، 8 سنتيمتر، 8 سنتيمتر، 10 سنتيمتر. راكم معايا؟ نبداو بهذايا، نحطو دائما هنا قدامي باش تبعوا معايا. راح نخدمو هذا، دونك نجيبو هاوليك لو روبون تاعنا تاع 10 سنتيمتر، نحكمو في لابارتي بغيونت، هذه راهي تبريي، نشدو هاد لابارتي الفوقانيه وندوروها هكذايا، نجيبوها كامل لور. كيفاش نحبسو؟ كوم نحبسو كي يكون هذا الطول يساوي هذا الطول، يعني شغل لو كان نكملو هنا يجينا ان كاري، يجينا مربع. خلاص طويناه هكذايا، شديناه بيدنا، دوكا نعاودو نجيبوه من اللور هكا، نقلبوه هكذا ونوصلو هادي مع هادي هكذايا. دونك هادي مع هادي يجو او ميم نيفو. خلاص درنا هكذايا، دوكا واش راح نديرو؟ رايحين نكمشوه. شوف هكذا، هذا هو الجناح. لاي فيو دركا نجيبو اون بينس، تقدروا ديروا بيديكم، انا جو بريفير لا بينس باسكو سي بلو براتيك. ونجيبو لو بريكي ونحرقو هاد لي زيكستريميتي هادوما، نحرقوهم مليح باش يلصقوا مع بعضهم، هذا هو لو بوت. دونك نديرو هكذا
بون اون ابوي بار لا بينس نتحصلوا على هذا الشكل صاي درنا لو هذا الجناح الاول نحطوه له دوك نروحوا للجناح الثاني هذا دونك نجيبو تاع 8 سنتيمتر قلت لكم نفس الطريقه لا بارتي بريونت هي اللي تقابلنا نجيبو هذا الكوتي اللي من الفوق نجيبو هكا من اللور نحبسو كي يولي هذا الطول يساوي هذا الطول كيما هنا ومن بعد نجيبو هكذايا نطويو هكذايا ونلحقو لي ديك السينيتي هكذا مع بعضهم من بعد نكمشوه فوالا نشدو بلا بيس ونحركوه سا دون دونك هذا الجناح صغير سي بون هادو رانا خدمناهم هاد زوج رانا خدمناهم راكم معايا دركا نروحو لو كوتي هدايا لو كوتي دغوا يتخدم بالعكس على الطريقه الاولى نجيبو هذا تاع 10 سنتيمتر نبداو به هذا الكبير دركا ما ندوش لو روبون هكا في لافاس هذه بريونت نو نجيبوه في لافاس فاد هذه اللي ما تبريش واش نديرو هدايا الفوقاني ما نجيبوش من اللور نو هاد الخطا نجيبوه من القدام داكوغ العكس على الطريقه الاولى نجيبوه من القدام كي يلحق هذا الطول يساوي هذا الطول نحبسو ونرجعو هكذايا للور داكوغ نوصلو لي دو زيكستريميتي كوم سا نقلبوه هاوليك جانا جناح واحد اخر نكمشوه بنفس الطريقة فوالا دونك هاوليك الجناح الفوقاني دوك التحتاني كيف كيف دو لا ميم مانيير لا بارتي فاد نجيبو هذا لهنا نرميوه للور هكذايا نقلبو نكمشوه ونحطوه هاوليك الجناح الصغير الوغ علاه درنا طريقه تاع هاد الكوتي وهاد الكوتي ماشي كيف كيف باسكو كي تجو تسقوهم من بعدك هنا لازم تجي هكا لازم تجي مدوره ما تجيش فيها هاد لا ديكوب لا ديكوب هادي لازم تجي دائما من التحت داكو هنا تانيك هاي ليك اللي نشوفوه هكا من الفوق نشوفوه هكا اروندي دركا واش نديرو نجيبو براوخيط خيطوهم كيما راهم دون لوردر كيما راهو هنا تانيك لو بابيون نبداو هذا لو بروميي لو دوزيام لو ترويزيام لو كاتريام ما لازمش تخلطوا لي بياس نبداو بهذا دائما خيطو من الفوق للتحت هكذا باسكو عندهم اون اورينتاسيون تانيك ومن بعد هذا دائما من الفوق للتحت داكوغ ها نفيريفيو الخدمه تاعنا ومن بعد هذا من تحت للفوق شغل راك واحد ديرو خط هكذايا داكوغ دونك من تحت للفوق انسويت هذا من تحت للفوق لو ديرني فوالا ومن بعد واش نديرو نروحو نلصقو هادي مع هادية بالخيط توجور داكوغ وهادي مع هادية شدوهم هكذايا ونلصقو دونك هذا خليوه دو كوتي ونجوزو للطريقه الثانيه الطريقه الثانيه نستعملو فيها لي ميم روبون زوج تاع 10 سنتيمتر و زوج تاع 8 سنتيمتر الحاجه الاولى نحرقوهم هاد لي روبون لا بارتيكولاريتي تاع الطريقه الثانيه سي كو ما نديروش جناح بجناح ونحرقوه نو نديروهم كامل على ضربه ونستعملو الخيط اوكي دونك نبداو بهذا الجناح الاول نجيبو تاع 10 سنتيمتر نديرو نفس الطريقة هكذايا نطويوه هايليك دوكا ما نكمشوه ما والو نخيطوه هكذايا في لاباز لتحت كامل نخيطوه هكذايا فوالا ومن بعد واش نديرو الجناح الثاني قلت لكم بهذا تاع 8 سنتيمتر هكذايا كيفاش نديرو لا بارتي هادي بريون اون فاس نطويوه هكذا نخيطوه ensuite نروحو لهدايا داكوغ نجيبو تاع 8 سنتيمتر نجيبو تاع لاباغتي بريون نقلبو هكدايا نجيبو هاد لافاس هكدا ندوروه ونخيطوه ensuite لو ديغني اللي هو هذا نجيبو تاع 10 سنتيمتر لاباغتي فاد نقلبوه ندوروه ندوروه نخيطوه دونك اون اورا سا دركا نجيو نخيطو لي زيكستريميتي مع بعضهم دونك نجيبو دوكا بوغ لا ديكوراسيون نجيبو هذا تاع 1.5 في الغوز اوكي نجيو هكذا من اللور شوفو واش راح نديرو راح نديرو هذا اوكي تما راح نسيباريو هاد لو كوتي دغوا دو كوتي غوش يعني نجيبو هكذا نلصقوه وندورو هكذايا باش نسيباريو هذا على هذا داكوغ
درك نجيبو لي بيستيل اللي هما هادو. اوكي نطويوه على زوج هكذا، نديرو له شويه سيليكون ونجو نحطوه له. نحطو ديريكتومون فوقو اون دومي بول. هكذا نزيدو اون دوزيام دومي بول تحتو. فوالا دركا راح نجيبو هاد لو روبون تاع 2.5 سنتيمتر اللي قلت لكم عليه في البلان تاع متر داكوغ، نطويوه هاكا على النص ونجيبو لو روبون تاعنا ونلصقوه في الوسط. فوالا لا ميم شوز بوغ سولوي لا، سي لا ميم شوز. ريغاردي لا ديفيرونس، هذا لو برومي موديل اللي خدمناه بالطريقه الاولى وهذا اللي خدمناه بالطريقه الثانيه. جو سي با سي فو رماركي اون ديفيرونس الا فو زافي جوجي كو هذا وهذا كيف كيف، ديروا بطريقه ثانيه خاطر الي بلو فاسيل، ولا اكو حابين طريقه فريمون الاصول ديروا الطريقه الاولى اللي هي الطريقه الصحيحه. مي بوبي هذا هو لو موديل تاع اليوم، جيسبر كو الطريقه كانت سهله وواضحه، وجيسبر كو لا فيديو عجبتكم. الا عجبتكم ما تنساوش ديرنا لايك لا فيديو وتبارطاجوها افيك لو ماكسيموم دو فو زامي. لاكو حابين نشوفوا بلوس دو موديل اي لي كوموند دي كليونت، ما عليكم غير تواصلوا معايا في الفيسبوك وانستغرام سور ما باج سوبليم ديكو تروسو. ونقول لكم تهلاو بزاف في روحتكم، اي اون سو روتروف دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. جوزام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا.